طبعا هذا اشي يوم مصيري لسخنين، لازم اذا نصوت لانه سخنين محتاجه هاي الهمه، الناس تطلع وتصوت بكل ثقه للرئيس اللي بدها اياه، لانه سخنين محتاجه لقياده ممتازه لهي البلد. طيب سؤالي لك، هل في ظل ايام الحرب هل شفت انه الانتخابات اختلفت عن انتخابات السابقه؟ يعني انا بحكيك بصراحه، انا من الساعه 7:30 وانا هون سخنين، يعني مش مبين انه في حرب، اجواء ديمقراطيه. سخنين محتاجه، يعني انا بقول لك بانتخابات البلديه بالالاف بيطلع عن العمليه، بنشوف حتى اختياريه الناس مش قادره تمشي اجت تصوت. كيف انت شايف بعيونك نخيم اجت تصوت؟ محتاجين هذا الصوت، الصوت البلدي مش زي صوت الكنيسه، لانه راح الرئيس بيمثل هاي البلد 5 سنين من العطاء. شكرا لك. تسلم. شكرا.